السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسوي مع بعض بسكويت الريتز هذا مع اللوز. وطبعا عشان أبين هالطريقة مأخوذة من سناب الشيف فلونة الإمارات، مشكورة على ذلك. وطبعا أنا صبختكم قبل، سويت هذا اللوز وجربته اليوم عند الشباب في الدوام، أعجبهم فبكمل الباقي مع الفستق. ومن هنا قبل بعد مسويه مع اللي هو الفول السوداني، زين هم نقول الاسم الثاني. زين طبعا مكونات بسيطة جدا، نص كوب سكر، نص كوب فستق أو لوز، وعلبتين من البسكويت الريتز، وبحتاج إلى معلقة ونصف من الحليب ونصف معلقة من العسل أي نوع. وايضا عشان الخليط كله يتجانس محتاجين الى الزبده، وهي عن عباره عن 25 جرام من الزبده. انا مسوي هالكميه عشان تتناسب مع هذه الامور. بذوب الزبده زين، 25 جرام من الزبده بنذوبه، وبنحط فوقهم السكر ايضا عشان يذوب. زين الزبده خلاص وضعها قبل لا تحترق، نحط عليها السكر ونذوب السكر. السكر بدأ يذوب على طول، الحين معلقة ونص واتبعها بالسكر نص معلقة أيضا. عفوا في السلايد السابق قلت سكر، هو صحيح اتبع بآخر معلقة من العسل نص معلقة عسل. الحين الخليط جاهز، بنحط وياه الفستق، طبعا ممكن نحط معاه أي شيء ثاني. الحين ان السيرب او الشيره او هاي تغطي كل مكان في الفستق عشان يندمج وياه، عشان يصير دمج مع الحلو والحار. طبعا الكميات مقلل، يمكن حساب المتميز ذاكر، بس الكميات كبيره انا ما محتاجها لان مسوي اكثر عن 4 انواع مختلفه، فلذلك كان الفرق شوي. هذا بعد ما وزعنا عليهم الها فستق مع السيرب، زين الحين بنحطيه في الفرن 5 دقائق على 180. انتبهوا على الوقت لا يزيد عليكم، بيحترق لنا البسكوت جدا هش طيب. طبعا من الاشياء والملاحظات بالنسبه للفستق المذاب مع العسل ولا بسرعه ينحط لازم على البسكويت، او ترى انه ينشف في صباح عباره عن له. الحمد لله صفيناه قبل وحطينا منطلع بعد. خلصت 5 دقائق على طول نشيله وبنطلع ان شاء الله. ومثل ما شايفين هذا المخرج، هذا باللوز، هذا بالفستق، وهذا بالفول السوداني. وممكن تحطون عليه يضاف عليه اي نوع من انواع المكسرات، ممكن يضاف عليه. والأمور محتاجة إلى تجربة بسيطة.